صحة. إذن كما أشرنا في العناوين، نشراتنا الإخبارية في يوم المرأة العالمي بصيغة المؤنث، والكلمة في الظهيرة لوجه حقوقي لم يدافع فقط عن المرأة. خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت ضيفة قسم الأخبار، عاشت معنا تجربة هي الأولى في مسار هذه السيدة. الصورة ينقلها لكم صلاح الدين الغماري. الثامنة صباحا، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي تصل إلى القناة الثانية، فاليوم 8 مارس أمامها مهمة جديدة في نهار كامل مع فريق عمل تشتغل معه لأول مرة، هيئة تحرير نشرة الظهيرة. نقدم لكم أولا السيدة خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واللي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس هي اللي غنعطيوها رئاسة التحرير لنشرة الأخبار ديال الظهيرة. تفضلي السيدة خديجة. تتسلم مهمتها الجديدة وتقترح روبورتاجات في النشرة تعكس اهتماماتها العميقة. هذا المضاحة اللي كان اقترح باش يكون هو خادمات البيوت أو الطفلات الصغيرات المشتغلات في البيوت. واش كينزل بنته في بيته وما كيعرفهاش، كيجي ياخذ الراتب الشهري وكيمشي، راه خصنا دائما حتى الاعلان. والنقاش داخل هيئه التحرير يتركز على زاويه المعالجه لكل موضوع مقترح في النشره وتوقيت الانجاز قبل ان تلتحق بمكتب رئاسه التحرير للاطلاع على جديد الاخبار الوطنيه والدوليه وما يمكن اضافته من اخبار او تقارير مصوره يتم توضيبها من طرف الصحفيين هنا في هذا القسم الخاص. في صراع مع الوقت، فالنشره الاخباريه مباشره وفي توقيت لا يرحم من تاخر في الانجاز. حقيقة الظروف ديال العمل ديال الاخوان المشتغلين في هذا المجال هو واحد الظروف اللي فيها بزاف ديال الضغط، ولان الوقت صغير وبالتالي واحد المجهود فكري ومجهود عصبي ايضا. ان الصحافه ماشي فقط مهنه تقنيه، هي مهنه فيها الابداع وفيها حريه ديال التعبير وحريه الراي، وهذه الحريه ديال الراي وحريه التعبير هي اللي احنا كجمعيه كنركزوا عليها فيما يخص المساله ديال الصحافه. وقبل الواحدة إلا ربع، رئيسة التحرير لهذا اليوم خديجة الرياضي تتفقد استوديو الأخبار للاطلاع وإطلاع الفريق التقني على ما سيقدمه الفريق الصحفي لنشرة الظهيرة في يوم المرأة مع سناء رحمي. إذن كما تتبعتم في روبورتاج الذي أنجزه صلاح الدين الغماري، الخادمة الصغيرة ملف بتقله اقترحته ضيفة الظهيرة الحقوقية خديجة الرياضي. بدون شك تتذكرون قصة الخادمة زينب بوجدة التي هزت الرأي العام الوطني وعرضت تفصيلا على أنظار العدالة لتفصل بين رواية زينب ابنة تازة ومشغلها وهو رجل قانون. عبد الحميد المرابط وعلي العميرش. 20 أغسطس من عام 2009، يوم موسوم في ذاكرة الطفلة زينب ذات 11 ربيعا بظلال الحزن والدموع التي انهمرت من مقلتيها أنهارا يوم فرت من جحيم معاناة الخدمة في منزل مشغلها القاضي وزوجته بوجدة، لتجد نفسها طريحة فراش المرض بمستشفى الفرابي، وأثر التعذيب الجسدي والنفسي بادية على جسدها الغض. اليوم ورغم تماثل جسدها للشفاء، إلا أن جروحها النفسية العميقة لم تندمل بعد. ذاك اليوم اللي دوزت معها ما عمرني ما نساها، دازت معايا خايبه وتكرفصوا عليا بزاف، ما نقدرش دابا ننساها كاع. ودابا كنطلب من البنات اللي بغاو يخدموا ما يمشيوش يخدموا، يمشيو يقراو خير لهم ويتعلموا شي صناعه اللي تفيدهم، الخدمه ما غدير لهم والو. كاميرا القناة الثانية التي تابعت هذه القضية منذ البداية انتقلت إلى منطقة باب الرملة بتازة مسقط رأس الخادمة زينب، ورصدت قساوة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للساكنة القروية ودوافع الآباء في تشغيل فلذات أكبادهم مقابل ثمن بخس دراهم معدودة. يكون مسكين ضعيف ما عندوش الحالة ديالو، كيقول خليها تمشي تنقى شوية في المدينة، ما غادي تسكر في الشاي ولا شي، مناش كيتهرب منها، كيبغى ينقض من الغبينة ديال العربية، راك عارف حالة العربية فيها تسكر فيس، كيقول لك تمشي للمدينة تنقى شوية، هذاك الشيء مناش كيتهربوا دابا البنات للمدينة. أبعاد القضية التي أسالت مداد الصحافة الوطنية وهزت الرأي العام لم تتوقف عند حد الحكم القضائي الصادر في حق زوجة القاضي بالسجن 3 سنوات ونصف مع النفاذ وغرامات مالية،
بل امتدت لأوساط المجتمع المدني والحقوقية التي نددت بتعنيف الخادمات مطالبة بسن قانون ينظم تشغيلهن ويحمي حقوقهن في التمدرس والرعاية. قانون ليحمي هذه الخادمات وسن قانون اللي المفروض أن القصر يكونوا في المدرسة اللي هو مكان الطبيعي ديالهم بالتكوين والمعرفة وماشي في خدمة البيوت واستغلالهم وإنهاك الطفولة ديالهم. قضية أعادت إلى دائرة الأضواء ملف خادمات البيوت، حيث تشير إحصائيات منجزة من قبل هيئات وطنية ودولية إلى وجود أزيد من 60,000 من خدم المنازل بالمغرب يتراوح عمرهم ما بين 7 و15 سنة. وضع تغذيه أساسا عوامل الفقر والتفكك الأسري وانتشار الأمية والهجرة القروية. والحقوقية الأستاذة خديجة الريادي في بلاتو الظهيرة، أهلا بك يا أستاذة خديجة. أكيد أنه في اليوم العالمي للمرأة من قسم الأخبار بطاقة بيضاء لاقتراح مواضيع تنجز في النشرة، فعلا اخترتي موضوع الخادمات الصغيرات، أكيد أن هذه الاختيارات كاين بني على قناعات معينة. طبعا هو اختيار هذا الموضوع في يوم 8 مارس اوليا ينطلق من ان ما يعاني منه هؤلاء الطفلات هو استغلال مبني على النوع، وبالتالي هم هناك نساء هو جزء من الاستغلال الذي تعاني منه النساء. مساله اخرى ان هذا المجال ديال التشغيل او استغلال الفتيات في البيوت ويكثف العديد من القضايا التي تهم حقوق الانسان وحقوق الطفل، منها الوضعيه ديال التعليم، منها الوضع اوضاع الفقر في القرى وفي مختلف المناطق، واكثر من هذا فالعمل في البيوت هو عمل غير معترف به كمجال العمل، يعني البيت غير معترف به كمجال العمل، وبالتالي هو ينفلت لكل مراقبه. ولهذا نعتبر بان ما يعاني منه هؤلاء الطفلات هو يشبه الاستعباد في هؤلاء في منازلهم في اماكن عملهم. ولهذا هناك يعني مطالب متعددة في هذا المجال، لأن مكان هؤلاء الطفلات هو المدرسة، ويجب على كل مسؤولين اللي مفروض عليهم أن يوفروا كل الشروط للتمدرس كل الأطفال اللي هما في سن التمدرس. نعرف الآن بأن أكثر من 1,000,000 طفل اللي في سن التمدرس لا يجد مقعد في المدرسة، وأيضا مسألة ديال مناهضة كل أشكال الفقر اللي كاينة في البوادي، لأن في كل يعني البلدان اللي فيها تشغيل الأطفال السبب الأساسي والأولي اللي يقدم هو الفقر الموجود في عدة مناطق. أستاذة خديجة لو سمحتي، قبيلة سمعنا الوالد الطفلة زينب كأنه يبرر إلى حد ما الدافع اللي خلاه يخلي مثلا زينب انها تشتغل في هذاك السن رغم انها طفله. عر دائما ملي كنشوفوا الصوت ديال المجتمع الحقوقي والمجتمع المدني وحتى لغه القانون كتوجه دائما المشغل وتسقط الدور والمسؤوليه اللي كيتحملها الاباء في هذا الملف بشكل كبير. احنا اولا نتوجه ليس للمشغل في البدايه، نتوجه الى الدوله كمسؤوله على هاد الاطفال اللي هما ما عندهمش مكان في المدرسه واللي كيتعرضوا للاستغلال. هناك قانون ديال الزاميه التعليم، وهذا القانون هذا اللي يطبق ويحترم، وهؤلاء الناس هؤلاء العائلات يجب ان نعطي لهم بدائل، يجب تحسيسهم فعلا بان هاد الطفلات ماشي هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديال الفقر اللي كيعيشوا فيه، خصهم يتوجهوا للجهات الحقوقيه ديالهم. كيوصل مثلا للباديه كاين يعني العديد من الفروع ديال الجمعيه متواجده في مناطق قرويه، موجوده يعني في عندنا 90 فرع في المغرب في كل المناطق، وبالتالي هذا العمل ديال القرب هو من ضمن الاشكال ديال العمل ديالنا. فقط بغيت ناكد بان هاد الوضعيه اذا ديال هاد الاطفال هاد الاباء وهاد كاين هناك ايضا سماسره اللي كيستعملوا كيستغلوا هاد الوضع ديال الطفلات في هاد المسائل. هي مسؤوليه الدوله اولا، يجب تحسيس الاباء، ولكن يجب وضع بدائل، يجب يعني اخراجهم من اوضاع الفقر اللي هما فيه. عاد يمكننا نعتبر بان فعلا المسؤوليه مشتركه. أستاذة خديجة الريادي أدعوك لمتابعة باقي مواد هذه النشرة، وسنعود إليك في ختامها.